المسرح بشكل عام في الوطن العربي حالة انضمار، هو في تعصب محرك، يعني الهوية الثقافية والفنية يعني شوية متأخرة عن الطفولة، فالمحرك يعني والمحرك عزيز على الكل الحقيقة. يعني عندما صارت وزارة الإعلام في الجفير اللي هو منهجة المسرح كان نشاط لا صفي، في الآن موجود لكن في بكابي المسحر شو بتلاحق في بكاب أو في سكسويل، يعني يعني من البروفة ونيلس نشتغل فيه في الليل وينفنى علينا دوام الصبح. كنت شغلت أخصائي نشاط مدرسي أو مسرح مدرسي بمعنى أصح، المسرح في وزارة التربية والتعليم لمدة حوالي 24-25 سنة، ومدرس مدة 10 سنوات في مدرسة عمر بن عبد العزيز في حالة بومهر اللي هي المشهورة باسم مدرسة الدول. طبعا أنا ولدت يعني في المحرك، يعني بالضبط في المحرك، أنا من أبناء حالة بومهر، ربيت وترعرعت ونشأت يعني بدأت يعني انولدت أنشطتي وانولدت الهوايات والإمكانيات اللي عندي في المحرك في حالة المهر. موقع الميلاد بالضبط اللي هو في منطقة وسط المحرك اللي هو وراء رتيلان الذهب، هني بالضبط هني كان بيت الوالد الله يرحمه. والله يعني تريني على الطفولة تكون دائما يعني مليئة بالذكريات المختلطة، يعني طبعا يعني الهواية الثقافية والفنية يعني شوية متأخرة عن الطفولة، إنما الطفولة كنا يعني إحنا نمارس أي ألعاب في ذاك الوقت، وأقصد ذاك الوقت يعني أنا منتصف الخمسين يعني منتصف الستينات أو بداية الستينات، ومنتصف يعني كأي طفل يمارس الألعاب العادية، يمارس الهوايات، الحداق في البحر والسباحة في البحر والسباحة في البرك، ويعني فكانت يعني كلها هوايات البدائية تقريبا تقدرين تطلقين عليها، لكن هي الهواية دائما هي تكون الشخصية ودائما تكون لك منطلق وتكون لك يعني باب ينفتح لي للطلع عليه إلى هوايات أكبر وأعمق. لذلك جاء هواية المسرح وجاءت هواية الثقافة وجاءت يعني متقدمة فيما بعد، بعد التخرج من الثانوية العامة عام 1966-67. هو في تعصب محرق، المحرقين بصراحة يعني ما فيه، لأن قال لك أنا محرقي خلاص ما تقص راسه على قولتهم، فالمحرق يعني والمحرق عزيز على الكل الحقيقة، يعني يعني المحرق بلد تراث، بلد عريق، بلد رياضة، وبلد الثقافة، وبلد الأدب، وبلد الشعر، يعني مدينة الشعر، وأطلق عليها جلالة الملك الله يحفظها أم المدائن، فتجدين فيها يعني بدأ النشاط المسرح من الأربعينات والخمسينات، انطلق ترى من المحرق أساسا. طبعا المنام فيه يعني النادي الأهلي كان يمارس، النادي العروبة أيضا لنشاط كبير وواسع وأسماء، يعني إبراهيم الله يرحمه الشاعر إبراهيم العريب والكثير من يعني ذاك الوقت الفنانين والأدباء مارسوا المسرح كتابة وتمثيلا وإخراجا في، لكن المحرق بعد يعني المعاودة الله يرحمه ويوسف قاسم العديد بعد من الأسماء اللي في الأربعينات ويمكن في الثلاثينات بعد أيام ما كان يعني المسرح المدرسي نشط في ذاك الوقت، أيضا كانت المحرق هي يعني مشهود لها يعني بالزخم الثقافي وبالزخم يعني الفني والأدبي والشعر، أيضا كان الشعر معروف في المحرق، وكان في شعراء معروفين يعني علي عبد الله خليفة وقاسم حداد وأسماء الحقيقة كثيرة، وأيضا حتى الصحفيين يعني كانت أيامها كانت جريدة الأضواء هي الجريدة الوحيدة الموجودة في البحرين، هذا الكلام في الستينات يعني، وكان عندنا يعني الله رحمه خميس القلاف، وكان عندنا أقوى بعد أخونا ناصر القلاف، وكان عندنا محمد الماجد، راشد المعاودة، هذه كلهم من المحرك يعني كتبها، راشد المعاودة كتب للإذاعة الكثير الله يرحمه، كتب للإذاعة الكثير من المسلسلات الإذاعية
اللي يعني شدت له الناس والمشهورة واللي انعرفت حتى على مستوى الخليج العربي. كتب الحقيقة وأخرج وكتب مسرحيات، سبع ليالي، توب يا بحر، يعني كتب أشياء كثير الحقيقة. وكان يعني من النشطاء ومن يعني من يعني عراب المسرح والثقافة والشعر، هو كان الله يرحمه راشد المعود. وأيضا يعني إحنا إن الجيل الثاني أو الجيل يعني اللي تقريبا احتك بهذا الجيل واستفاد منه ونقل التجربة منه ووارث تجربة، وبعدين جاء التأسيس المسارح الثقافية، المسارح اللي الموجودة، مسرح أوال ومسرح الجزيرة في 74، مسرح الاتحاد الشعبي. وأيضا كانت الأندية مثل نادي البحرين، مثل نادي المحرق الثقافي، نادي الجزيرة اللي احنا انطلقنا منه. نادي الجزيرة كان في بداية في 69 67 68 بدأت فرقة فنية مسرحية داخل كون أنا والأخ سعد وفيصل مرباطي والإخوان. وبعدين في 74 طبعا تطورنا وكبرت مواهبنا، كبرت يعني تطلعات في العمل الثقافي، وكوننا مسرح الجزيرة وشهر في عام 74، واستمر الحمد لله وقدم العديد من الأعمال اللي أنتوا أكيد تبعتوها. والله يعني احنا كان عندنا يعني العديد ذاك الوقت من الأسماء البارزة في الساحة الفنية على الأقل في الستينات، يعني عندنا مثل وقت راشد معودة، محمد الماجد، هاي كلهم كانوا يعني المرحوم محمد عواد، يعني محمد مو من المحرك لكنه كان من الشخصيات اللي البارزة واللي أعطت واللي استطاعت أن تلفت النظر لها، وخاصة مثل ما قلت لك احنا نعتبر في ذاك الوقت ناشئين او 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 مبتدئين في العمل الفني والعمل المسرحي. والحقيقه يعني استفدنا من تجاربهم وتوضع ذاك الوقت، واللي كانت تجارب يعني يشار لها على الاقل في ذاك الوقت، لان ذاك الوقت ما كانت في معاهد مسرحيه للدراسه. يعني احنا اعتمدنا على المعهد العالي في المسرحي في الكويت اكثر شيء، والمعهد العالي في المسرحي في مصر. بس في الكويت في السبعينات اللي تخرجوا فيه العديد من يعني الأسماء الآن اللي موجود، إبراهيم بحار، عبد الله ملك، سامي القوس، خليفة العريفي، أحلام محمد، أسماء كثيرة الحقيقة. الآن طبعاً هم اللي حملوا على عاتقهم يعني نشاط المسرح في البحرين. فهذه كلها يعني أجواء أو كلها مكونات استطاعت أن تكون شخصيتك الفنية وتكون لك أنت بعد أيضاً يعني توجه فني. والحمد لله احنا بعد استطعنا ان نبرز ونكون بعد شخصية مؤثرة في الاخرين مثل ما احنا ما تأثرنا بالاولين. انا الله يسلمك في 62 63 خلصنا المرحلة الاعدادية من الهداية الخليفية، وانا الحمد لله كنت يعني من يعني الاوائل. لذلك كانت في لجنة في الثانوية، كانت قبل في ذيك الفترة ما مش إلا المنامة الثانوية فقط اللي موجود الآن عن وزارة التربية والتعليم في المنامة، كانت هي المدرسة الثانوية الوحيدة اللي تضم كل أبناء البحرين من الرفاع ومن الغوراء ومن المحرق ومن الحد من مدينة عيسى إلى آخره. فكانت في لجنة هناك وقالوا للجنة أنت ليش تبي تروح؟ أنا بروح معلم. يعني ظروف أول كان المعلم يعني شيء الواحد أمنية يعني عند الشباب إنه يصبح مدرس وغيره وكذا، يعني أنت مثل ما تأثرت بشخصية فنية أيضا تأثر بعد بمدرسينك ومعلمينك وكذا. وكان ذاك الوقت يعني تعرفين الناس تبي تشتغل، يعني ما كان عندك ذاك الطول. فاللجنة قالوا لي لا أنت تعال القسم العام بتحصل لك فرصة، بتحصل لك بعثة أو منحة وإلى آخره. قلت لا والله أنا أبي مدرس. هو أي نعم أصدقت، وبالفعل انضميت وجينا إليه. درسنا أول وثاني ثانوي، كان المعلمين ما كان في ثانوي عامة، كان بس أول وثاني ثانوي. وصارت أحداث 65، وما قدم يعني مو كل الطلبة تمكنت من تقديم امتحانات في ذاك. فإحنا من الطلبة خاصة المحرق، إحنا قالوا لنا أنتوا خلاص أنتوا ما يعني لكم فرصة
أحداث كانت موجودة. ولذلك عندنا كان المفروض أن تخرج في 65، عندنا 65 و66 67 انتقل قسم المعلمين إلى المعهد العالي في المسألة اللي هو الآن قصر الحاكم في القضيبية، قصر الملك في القضيبية، وخذينا الثانوية العامة أول دفعة نأخذ الثانوية العامة في 65 66 67 تخرجنا ومارسنا مهنة التدريس. وعينت أنا كمدرس ومعي مجموعة أستاذ خليفة العامر أستاذ يوسف السعاتي، هذه كانوا من دفعتي وتخرجنا وعيننا في مدرسة عمار بن العزيز اللي هي مدرسة الدوي كمدرسين في عام في العام الدراسي 66 67. شنو كان تخصص التدريس؟ كان تخصص لغة إنجليزية وعلوم، وأمضيت فيه طبعا يعني الصف الخامس والسادس إلى 74 إلى 76، وكنت يعني مرشح أن أنا أنتقل إلى المرحلة مدرس مرحلة إعدادية، لكن الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة وزير التربية والتعليم الأسبق طبعا كان يعني الشيخ عبد العزيز من هواة المسرح ومشاهدة العروض المسرحية، وكان يعني احنا في مسرح الجزيرة كنا نقدم عروضنا على مسرح الجفير، مسرح صغير، مسرح الانجليز وغيره وكذا. وبعدين اخذته وزارة الاعلام في ذاك الوقت، عقب ما صارت وزارة الاعلام في الجفير عند معين الاستاذ المرحوم طارق المهير وزير الاعلام، اخذ هناك وخذوا المسرح ذي، كنا نقدم عروضه وكان هو من اول حضور. فعرض علي قال احنا نسوي قسم نشاط مدرسي خدمه طلابيه ومسرح مدرسي، بخليك انت تكون يعني مسؤول عن هذا الموضوع. ونقلت في العام الدراسي 76 77، يعني 74 اسس المسرح واشهر مسرح الجزيره، 76 اسس في وزاره التربيه والتعليم المسرح المدرسي واشتغلت فيه لغايه 2024 و25 سنه تقريبا إلى أن وصلت مرحلة التقاعد. كنت أنا مقدم اقتراح اللي هو منهجة المسرح، يعني المسرح في وزارة التربية ما كان له منهج ولا كان حتى نشاط يعني إضافي، أو كان نشاط لا صفي يعني يزاول ما بعد الدوام المدرسي. فاقترحت على الأستاذ الله يعطي الصحة والعافية وطولة العمر الأستاذ حسن المحري، كان وكيل وزارة شؤون التعليم العام، ان 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 نعمل منهج. واقترحنا ان نروح المعهد العالي للفنون المسرحية الكويت الاستاذ سعد الأردش والاستاذ سناء شافع كانوا الله يرحمهم، كانوا ذاك الوقت هم يعني الاسماء البارزه في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت في القاهره. وعرضت عليهم يعني اذا كان عندهم نماذج للمناهج هذه اللي احنا نستفيد منها. احنا كان وقعت في يدنا بعض المناهج من تونس، وكانت مناهج يعني طيبه وذي، وكانت وياي انا حمله، قالوا بالعكس هذه المناهج اللي في تونس احنا واحنا يعني احنا نبارك للبحرين ونكبر للبحرين انها تفكر في منهجات المسرح المدرسي، لان احنا حتى في مصر احنا عندنا فنون مسرحيتين الناس من برا، لكن ما عندنا في المراحل الاعداديه والابتدائيه والمتوسطه. وعرض علي في نفس الوقت، هم كانوا بعد يفكرون انه يعني بعد خريج يعني اسمي وغيره وكذا، قلت لهم لا والله ما تخرج، الحمد لله تخرجت من الحياه، من مسرح الحياه، يعني حالي حال الله يرحمه صقر شود، حال بعض المسرحيين المعروفين في الكويت وفي اللي خذوا المسرح كثقافه واكتسبوا يعني ثقافه المسرح من خلال القراءه، من خلال الاطلاع، من خلال الممارسه، وهذه يعني ترى مدرسه وجامعه يعني أخرى تكسبك يعني معلومات وثقافة أخرى يعني لا تقل تقريبا عنها. فأنا بس حبيت أصحح المعلومة، ما يعني عرض علي قالوا يعني أنت بس تنتسب تجينا أسبوعين آخر السنة نشرب شاي وياك ونتكلم كلمتين وذي، لكن ما ظروفي ما كانت تسمح لي، يعني متزوج ومرتبط بالعائلة مرتبط. والله إحنا نشوفها يعني في مسرح الجزيرة الحمد لله كانت عروض المسرحية كلها جيدة ومتميزة، لكن نظل مسرحية السيد هي من المسرحيات، مو بالنسبة لي أنا، بالنسبة حق كل المشاركين فيه، يعني كان فيه أربع شخصيات، يعني الأخ سعد الله يعطي الصحة والعافية كمخرج ممثل، والله يرحمه إبراهيم بحر كممثل رئيسي،
وأنا مع ثلاثة إحنا اللي على الخشبة وشخصية رابع الأستاذ عادل العفيفي كان مدرس في البحرين وكان من المنشطين للمسرح المدرسي في مدرسة الهداية ومن الناس اللي يعني قدموا المسرح المدرسي طلبة وقدموا وجوه واكتشفوا مواهب وقدموا نصوص لحقيقة كثير كان هو ويانا بس غير ظاهر على الخشب مباشرة كان صوت خارجي فهذه يعني مسرحية الواحد يعتز فيه لأن وهذه تجولنا بها رحنا في الكويت ورحنا الأردن ورحنا القاهرة ورحنا المغرب وسوريا وكانت لها بعد امتدادات وكل الدول الحقيقة يعني رحبت بها ورحبت باستضافتها في ذاك الوقت هذه قدمت في 86 مع افتتاح الجسر تقريبا مع افتتاح الجسر وقدمناها على امتداد إلى 90 تقريبا واحنا نتجول بها في الدول العربية شوف يعني أنا أنتمي إلى جيل المحرك ومن يعني شباب المحرك ذاك الوقت والمحرقين معروفين بغبقاتهم في رمضان وغبقاتهم اللي هي العيش المحمر والصافي أو الشعري أو فكانت هذه ذكريات عاشت فيها النوايد يعني أنا نقلت استخدمنا احنا في المسرح سوينا لنا جدول ليلي يعني تقريبا وعقبها بين مجموعة المدرسين أيضا ويانا حببناهم لأن معظم ويانا يعني مشاركين في فهذه فيه ذكريات حلوة يعني تجمع الناس حولها وتجمع الشباب وتجمع الأهالي وتجمع الناس الأقارب فكانت يعني ذكريات جميلة وحلوة الآن هذه للأسف انقطعت يعني فيه لكنه مو بالصورة اللي كانت عليه من قبل هذه كانت سمة واضحة وكان يعني الناس وأهالي المحرك بالذات يعني يحافظون عليه ما في ما يتنزلون عنها هذه فكان هذه أبرز يعني الحقيقة الذكريات ويعني الذكريات الباقية يعني الألعاب اللي تمارس في 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 رمضان الألعاب الشعبية الخاصة يعني بجيل من 15 من مثلا 12 إلى 17 18 سنة وهي كلها ألعاب شعبية معروفة الناس تمارس في الفرجان وغيره أيضا حتى المسحر هذه كان يساويني يعني وكنا نحسب حساب إن إحنا يعني نطلع معاه ونمشي معاه خاصة في الليالي الأخير في ليالي الوداع والمحرك شهور المحرك ومناطق المحرك كانت تزقر بفرق شعبية وبأسماء يعني فرق الدور الشعبية دار بن حربان ودار جناح ودار علي بن صقر ودار إبراهيم مسعد دور كانت يعني نشطة وتطلع لها يعني فرق وداع تجول الشارع كله يمكن ليه بعد الصلاة فهذه كانت يعني ذكريات هذه كلها للأسف في الآن موجود لكن في بكاب المسحر شو تلاحق قبل بكاب أو في سكسويل يعني لكن لا قبل يعني كانت الحقيقة لها يعني طعام ولها مذاق شعبي ولها مذاق يعني تحس بلذته أنت ولذلك كان رمضان لسمات مختلفة عن ما هو عليه الآن يعني أنا الحمد لله أقضي يعني جزء منه في قراءة القرآن طبعا والصلاة بلا شك ويعني القراءة والجلوس يعني مع الأهل مع العيال مع العائلة مع أفراد العائلة مع الأغارب والأصدقاء يعني أنا أتمنى يعني رمضان دائما أنت أو يعني قبل أدش في رمضان تقول أنا ما بسوي شيء بخلص أشغال لكن سبحان الله أكثر أشغال تسويها في رمضان لأن أنت الآن أنت مشغول بوقت قدر ولا أنت مشغول بوقت ماري أنت تشتغل قدر وهذه أيضا يعني يمضي عليك الوقت فيه ويمضي عليك وتحس بسعادته ولذته يعني أنا ترى رمضان هو عمل وليس كسل ونوم ولا لا 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 ناس ماخذ هذا يسهر لك للصبح وبعدين هو يصلي الصبح وبيرقد لك ليه قبل صلاة المغرب شوي لا يعني هذا مو بهذا رمضان يعني حتى احنا نستشعر رمضان ونستلذ طعم وحلاوة رمضان ان انت تسوي المشاعر مالس او يعني الاشياء اللي حتى ربك يعني امرك بها ودينك يعني حثك عليها وان شاء الله لكن يعني ابشرك ان في ناس الحقيقه الكثير يعني الزول هذه يعني ان تقرا قران وتزور المساجد وزياره الاهل والجماعه والاقارب
وهذه عادات أصيلة فينا إحنا وخاصة في المحرك. لا يعني هو بقوله يعني اليوم بعد الخدمات اللي دشوا علينا ما يعني ما تعطيك فرصة والأهل يعني دائما هم يقولون هذا الواجب أكثر، لكن أنت تشارك معاهم إن أنت تبقى معاهم، تبقى تجلس ويا عيالك، تجلس ويا تفطر على سفرة واحدة وتسحر على سفرة واحدة، وتجلس يعني تجذب وياهم أطراف الحديث يعني الخاصة بهم. يعني الحمد لله يعني أنا وصلت إلى مرحلة بنات وأولادي كلهم متزوجين وكلهم يقومون بزيارة لي في البيت مع أولادهم مع عيالهم مع، وهذه يعني اللمة أو اليمعة ذي دائما رمضان هو يجمعنا على الخير دائما يعني على والمجتمع يمكن في المحرق وفي البحرين كلها يعني ما نقول بس في المحرق يعني مجتمع متواصل والعوائل متواصلة وذات علاقة وذات محبة يتبادلون الوجبات وتبادلون الأكلات أكلات رمضان المعروفة الهريس والأشياء ذي اللي وهذه هي أهم المظاهر اللي إن شاء الله يعني ما تنقطع ولا يعني تنتهي، لأن هذه هي أهم ميزات ملامح رمضان. يعني إحنا بدأنا مثل ما قلت لك في نادي الجزيرة كفرقة، أسسنا فرقة بسيطة في عام 66 67، وبدأنا بأعمال صغيرة يعني مسرحية غلط يا ناس، مسرحية سمر وتشوف، مسرحية الضايع، وسكتشات بسيطة يعني مع مجموعة من الإخوان الأخ سعد وناصر القلاف فيصل مرباطي حسن جعب، مجموعة يعني يعني ساعدت أو كونت إلى أن كبرت طموحاتنا دي، وتأسس المسرح في 74 وشهر، وتقريبا يعني استغل بذاته وقلنا لي كنادي رياضي نادي اجتماعي وتزول في بعد عن نشاطنا، لكن المسرح بقى يعني هيئة مستقلة مجلس إدارة يعني نظام أساسي خاص. قدمنا مسرحية زمان البطيخ 74 حق المرحوم عبد الرحمن رفيع، وقدمنا توبتوب بحر راشد محمود 65، وقدمنا نواخذة الفريج مسرحية ساخرة حق يوسف السند، وقدمنا العديد الحقيقة من الأعمال يعني اللي استمرت بدون توقف بدون انقطاع حتى تحويل المركز في 2012 إلى مركز، تحويل المسرح إلى مركز، ويات السيد ويات ممثل الشعب ويات كان يوم وكان ويات فرجة ويات أعمال كثيرة على الحقيقة. يعني شوف المسرح البحريني، المسرح بشكل عام في الوطن العربي في حالة انضمار، في حالة ضمور، في حالة، وهذه طبعا تأثر ثورة تكنولوجية للتواصل الاجتماعي والميديا هذه أثرت في أشياء كثيرة. يعني حتى في الصحافة اللي أنت ما عندك قارئ للصحافة، كنا إحنا يعني إحنا كنا على الغر في السبعينات والثمانينات ما تقدر أنت تطوف عليك الساعة 10 الصبح إذا ما قريت أخبار الخليج أو قريت الوطن أو قريت الأيام أو قريت هذه لازم تبت، لأنه ما عندك وسيلة تطلع فيها على الثقافة إلا من خلال الصحافة. إنما الآن لا، الآن الصحف تنشر في وسائل ذي ويمكن ما حد يعني يشوفه إلا إذا أنت عندك موضوع معين منشور تبي تطلع عليه وتبي تشوفه. فيعني الثقافة أو المسرح يعني ما كان مثله، لذلك يعني حتى الجمهور يعني كان الجمهور قبل كانت عروضنا تستمر شهر وأكثر، وفي الكويت تستمر شهر ونص شهرين بعض العروض الكوميدية وغيرها، لأن كان جمهور حاضر، كان جمهور عنده وقت إنه يقضي له ساعتين أو ثلاث ساعات يشاهد مسرح، لكن إحنا ما عنده استعداد. الوقت، حركة الوقت وسرعة الإيقاع في الحياة يعني حال دون هذا الشيء، لكن تبقى يعني الحياة يعني مستمرة والولادة دائما يعني بطاقات يعني طاقات جديدة. إن شاء الله إحنا نأمل إن هي تعيد الحياة للثقافة بشكل عام، لكن الجهود الفردية اللي كانت في السبعينات والثمانينات الآن اختفت. يعني في أسماء خلقت أو خلقت روحها بجهدها المتميز وبعطائها وبتضحيات
اللي هي على حساب عائلته وعلى حساب أهله وعلى حساب بيوته وعلى حساب صحته. هذه يعني احنا على سبيل المثال احنا قبل كنا احنا الإعلانات نثبتهم في الشوارع واحنا نروح نسوي بروفة، وإذا أنا خبرنا كذاك الإعلان طاح وذاك الإعلان انكسر أو إني من البروفة ونجلس نشتغل فيه في الليل ويوم فنا علينا دوام الصبح. هذه جهود الأم ما تواجه. لا أنت في عندك شركات تعطيها وتملك بالشغل. صحيح الوسيلة تغيرت والأسلوب العمل تغير، لكنه تغير مع يعني الهم فلذلك أصبح الآن يعني البروز بروز جماعي. يعني ممكن تقول لي ذي المجموعة طلعت وبرزت كعطاء أو برزت كفعل في المجال، لكن الجهود الفردية ما أدري أنا يعني ما شفت للحي يعني ما شفت مثل ما كانت في السبعينات. ولذلك أسماء السبعينات للحين باقي، يعني الأسماء اللي برزت في السبعينات سواء في المسرح أو في الشعر أو في الطرب أو في الصحافة أو في لا أسماء موجودة وبارزة. يعني هذه علامة بارزة من علامات يعني الثقافة في البحرين. أنا الله يسلمك عينت في أكتوبر 67 52 دينار و500 فلس. 52 دينار و500 فلس. طبعا تحطين جدهم صفر الان يعني على الاساس. والزياده السنويه دينارين ونص. وفي قسم المعلمين وطلبه مدرسه الصناعه يعطونا 5 دينار كل شهر دي حافز او مكافاه الناس التي في هذه الأقسام يعني. وهذه الخمسة دينار تكفيني شو أقول لك، حتى كل شيء نشتري الغميس وشيء نشتري المطلوب مني ونشتري يعني ما أبلغ فيه. وأنا يعني أنا عن تجربتي الشخصية أنا شريت بيت صغير يعني قديم ورممته وسويته من هذا الراتب، وتزوجت في 72 في 2 سبتمبر 72 براتب 72 دينار، وخذيت قرض من وزارة التربية والتعليم مو مستسكان ذاك الوقت. هذا الكلام اللي أنا حكيت في 71 72 عشان أرمن البيت خذيت لي 952 دينار أرفع منها 11 دينار يقصون من راتبي 11 دينار ونص شهريا، ومشت على هذا الحال. ويبت أولادي وربيتهم أحسن تربية الحمد لله، وكانوا يروحون روضة ذاك الوقت في روضة بعد والحمد لله كبروا. وبعدين في سنة 79 طلع لي قرض من الإسكان وبنيت بيت في الإسكان ومشت. بس الفترة ذي الجميلة اللي تمثل الزمن الجميل ابتدت منها 5 دينار، وفي ناس ابتدوا 45 دينار بعد اللي قبل. مثل ما قلت يعني تأسيس مسرح الجزيرة هو يعني ولادة طبيعية لفرقة مسرحية بسيطة كانت في تأسست في نادي الجزيرة في منتصف 67 وبرزت المجموعة انضجت. قدمنا أعمال لفتنا نظر وزارة العمل ذاك الوقت، كان المسرح يتبع إدارة الثقافة أو قسم الثقافة والفنون يتبع إلى وزارة العمل تحت إدارة رعاية الشؤون الاجتماعية اللي يديرها الله يرحمه الأستاذ جميل الجيجي. وأسس يعني أعطينا ترخيص في 74 للفرقة، وتكونت الفرقة الحقيقة من نفس الشباب وانضمت لنا يعني لنا راشد المعاودي يعني الحمد لله مجموعة. وصار هو المسرح المنافس مع المسرح أول ذاك الوقت. مهرجان خليجي في 82-83 تأسس المهرجان الخليجي من 4 دول، احنا الكويت والامارات وقطر والسعودية بعد، ومثلنا البحرين انا والدكتور ابراهيم عبد الله علوم الله يعطيه الصحة والعافية. وايضا احنا يعني في البحرين ترى احنا يعني نتمتع بمكان وشخصية ملفتة وقيادية لكل تكوين او لكل تجمع مسرحي او ثقافي او يعني فني في منطقة الخليج يعني بشكل أخص. كلمة خيرة، أنا أشكركم يعني أشكر جريدة الوطن
على هذه اللفتة، وأبارك للبحرين ولأهل البحرين بحلول شهر رمضان المبارك، وأتمنى أن أنتم تقضون يعني ما أثقلنا عليكم في هذه السهرة وفي هذه الجلسة، وأن إحنا نكون تواصلنا وياكم وأعطيناكم يعني صورة متواضعة، لأن إحنا التجربة ترى متواضعة وعطائنا متواضع. أتمنى للجميع أيام سعيدة، وأتمنى للجميع صحة وعافية، وأن تعود المجالس الأهلية ويعود الحراك المجتمعي في البحرين، وتعود اللمة الحقيقية البحرينية المعروفة، وكل عام وأنتم بخير.